صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حضري نفسك لان الفيديو ده كئيب شويتين تلاتة. هنا يا جماعة انا كنت بفطر ايزابيلا وهوريكم الفطار بتاعي عشان ننطلق بقى. يا جماعة كام يوم كل يوم بفطر توست بالعسل، فول، خضار وكده، فكان بقالي فترة طويلة ما اكلتش ادوسية. طبعا الناس اللي برا مصر هيكون صعب عليهم يعني يفهموا ايه ادوسية، ايه عندهم اسمها مخروطة، وفي ناس كتير قوي ما تعرفهاش. يعني هي نوع من انواع المكرونة او العجين، يعني بيتشكل وبنشوحه كده على النار، حط عليه سمنة وبعد كده نحط عليه شوية عسل اسود، والموضوع فيه كالوريز شوية بس انا حاطة كمية صغيرة، يعني بصوا يعني كمية اقل من كف ايدي ما تقلقوش، بس هي من الحاجات اللطيفة قوي اللي طعمها حلو اللي تخليكي كده نفسك تتفتح على اليوم يعني وعلى الفطار عامة. اهو تجديد يا جماعة. بص يا جماعة، الكابتشينو بتاع كوفي بريك عشان تبقوا عارفين احلى طعم فيه الموكا، تمام؟ يعني الفانيلا اللي بالفانيلا والشوكولاتة يا جماعة مش أفضل حاجة يعني خالص، الموكا هي الحلوة بتديكي كده طعم النسكافيه. بقيت الكابتشينو التانية دي يا جماعة عشان دلوقتي هتكلم معاكم في تجربتي مع الحمل والولادة، واللي مش قادر على الاكتئاب ما يتفرجش على الفيديو. أنا هتكلم دلوقتي عن موضوع شائك قوي. واحدة قالت لي كلمينا عن تجربتك خلال فترة الحمل. انا هكلمكم دلوقتي عن تجربتي خلال فترة الحمل وخلال تربيتي لإيزابيلا. هي دلوقتي عندها سنة وشهرين، هي دلوقتي عمالة تخرف في الارض اصلا، يعني ده اصلا. فخليني كده اتكلم معاكم. انا حملت اول ما رجعت من شهر العسل، الحمد لله نعمة كبيرة قوي من عند ربنا، عطية كبيرة قوي. الخلفة دي حاجة بجد كبيرة جدا جدا، ومن غيرها انا عارفة ان انا كنت هلف على الدكاترة لو ما كانش البيبي جه بدري، ولكن برضو ما لحقتش استمتع باول جوازي. ده رقم واحد. طبعا اكتشفت ان عندي كسل في الغدة الدرقية، اللي متابعني عارف، واكتشفت ان عندي ورم اثناء الولادة وانا بولد على فكرة، واكتشفت ان عندي انسداد بسيط في القناة البولية برضو اثناء الولادة، فعملت 3 عمليات. تمام. خلال فترة شهور الحمل كنت بعاني طبعا من الورم ومن الانسداد ومن صديد والتهابات في الكلى بسبب اللي كان عندي، وعندي التصاق في القولون بسبب الورم. كل ده عانيت منه خلال فترة الحمل لاني ما كنتش عارفة ان عندي كل المشاكل دي خالص. طبعا كسل الغدة الدرقية جاب لي ضيق تنفس، ضعف عضلات اثناء الحمل، وخم، كسل، انيميا، بجد كان الدنيا دمار اثناء فترة الحمل. ففترة الحمل بتاعتي مش حاجة اشجعكم عليها ابدا، لانها كانت 9 شهور من ابشع 9 شهور قضيتهم في حياتي. انا عمري ما تعذبت فترة طويلة زي دي، يعني كنت بصحى من الوجع معرفش انه مكان بيوجعني بالظبط بسبب طبعا كمية المشاكل اللي كانت في جسمي. كان عندي نسبة تجلط في الدم، بصوا كان عندي كتير قوي كأني واحدة عندها فجأة 65 70 سنة. لازم اكل حاجات مغذية كتير، لاني لو ما اكلتش الدكتور قال لي هتنقلي دم، حاجات كتير قوي يا جماعة تعرضت لها ما كنتش متخيلة ان انا بجد ممكن يحصل لي كمية الحاجات دي واكتشفها في خلال شهر واحد. حضرتك انا لسه متجوزة بقالي 3 ايام، فجأة كده احس ان انا تعبانة ودايخة، عمري ما جالي انيميا، ففجأة كده بعد الجواز جالي كل حاجة ما شاء الله وحشة كان ممكن حد يشوفها في حياته. تعذبت كتير قوي قوي قوي. فترة الحمل بتاعتي ما كانتش افضل فترة. بعد ما ولدت طبعا كنت غير قادرة على الرضاعة طبعا لسبب ما، مش لازم ندخل في التفاصيل. فاللبن حجر طبعا اكيد، يعني اللي مجرب الموضوع ده عارف، كان هيجي لي خراج. سخنت واتبهدلت جدا جدا بعد الولادة بـ2 اسبوعين، لدرجة ان انا عارفين اللي هيجيب لي سيرة حمل هصوت في وشه. بس الحمد لله الفترة دي كانت تاني اصعب فترة عدت عليا، لاني كنت عامله وقتها 3 عمليات، القيصري والورم والقناه البوليه زائد موضوع الرضاعه، فكانت فتره صعبه عليا جدا. اول شهر بعد ما ولدت ده كان صعب عليا قوي قوي يا جماعه. الحمد لله انه عدى، الحمد لله بجد على كل حاجه، وربنا دعمني ووقف جنبي جدا دعم ربنا. انا قدرت اعدي الفتره دي، مش عارفه لو انا ربنا ما كانش دعمني او قواني انا كنت هعدي الفتره دي ازاي. بس بجد تحس ان ربنا بيطبطب عليكي بيديكي الداء والدواء في نفس الوقت، صدقوني يا جماعه. المهم بقى بدات كده بعد ايزابيلا ما بقت عندها 3 شهور، بدات افوق شويه الحمد لله، قدرت اسيطر على الامر. كانت ما بتنيمنيش وكان عندي اكتئاب برضو بسبب الموضوع ده، بس الحمد لله حاولت ان انا يعني بصوا يعني امشي على نظام حياتها، مش هي اللي تمشي على نظام حياتي. في ناس بتعرف تمشي البيبي على نظام حياتها، انا
مشيت على نظام حياة إيزابيلا، تنام طول النهار أنام طول النهار، تنام طول الليل أنام طول الليل. بصوا ما كنتش بحاول أمشي على روتين معين، لأني أنا صدقوني كنت غير قادرة نفسيا وعصبيا وجسديا إن أنا أقعد أدربها أو أقعد يوم كامل مطبقة معاها عشان أنيمها بس بالليل. ما كنتش قادرة، كنت ماشية كده ببركة ربنا. تمام. تالت شهر لما كان عندها 3 شهور، مرون ودانا شرم الشيخ ويديوز لدهب، واحنا في شرم. فالموضوع ده فرق في نفسيتي جدا، عشان كده بقول لكم لو عندكم الفرصة ان انتوا تسافروا جو اهيد، ما تقولوش الفلوس، ما تقولوش احنا حالنا على قدنا، الفلوس 5-6 آلاف جنيه ولا 10 ولا 20 اللي هنصرفهم في السفر نحوشوهم. ايه يا جماعة، استمتعوا بحياتكم. لو ما استمتعتوش بحياتكم بجد انتوا هيجيلكوا اكتئاب. الانسان مش ضامن عمره ياللي بتحوشه. تمام. الموضوع ده فرق في نفسيتي جدا، نفسيتي بقى اتحسنت 180 درجة. عديت كل الفترة الصعبة دي في ال4 ايام دول يا جماعة بجد. طبعا تفاصيل السفر وكل ده هتلاقوه هنا في يوتيوب، هتلاقوه برضو في شورتس اليوتيوب، تيك توك، انستجرام، فيسبوك. بصوا هتلاقوني منزلة كل تفاصيل السفر، وان شاء الله سافر الفترة الجاية فبرضو تابعوني. تمام. بدات افوق اكتر واكتر لما ايزابيلا كملت ال6 شهور، بدات بقى ادخل لها بقى الاكل بتاعها، اظبط الدنيا. كانت الدنيا تمام لحد ما ايزابيلا كملت ال9 شهور. 9 شهور بقى ده اصعب سن، بقى تبدا طبعا عايزه تستكشف، عايزه تنزل من على السرير، بدات تزحف، بدات تتحرك. الموضوع بقى مسؤوليه زياده، لاني بصحى من النوم عايزه طبعا مثلا ادخل احضر فطار، اعمل حاجه، ايزابيلا عايز تيجي ورايا، فمعنى انها بتيجي ورايا يعني بتخرب ورايا. فمن 9 شهور لحد السنة وشهرين اهو، ال5 شهور دول يا جماعة بجد صعبين قوي، خاصة بعد ما عدت السنة. اول ما عدت السنة وحضرتك عينك ما تشوف الا النور. طبعا طبعا بدأت يعني مش بتمشي دايركت، لا بتمشي 3-4 خطوات وتوصل للي هي عايزة الاهدافها. طبعا بقت ذكية اكتر، تعرف تجيب اللي هي عايزاه، تعرف تفتش، تعرف تطلع الخبايا بقى كلها، فانت مش هتعرفي اصلا تخبي من البيبي بتاعك حاجة. تجربتي بقى لفترة الحمل ومع ايزابيلا وكل اللي انا حكيته ده، دي انا عارفة ان انا مش مشجعة ابدا، وان اكيد اللي صدقوني يا جماعة يمكن انا اكتر واحدة في العالم عانت من فترة الحمل والولادة بجد. انا اكتر واحدة في العالم جالي صدمات كتير قوي. يعتبر اول سنة ليا في الجواز كانت اصعب سنة في حياتي، على عكس ناس كتير قوي تجربتهم مع اول سنة جواز بتبقى لطيفة، بس انا اول سنة في الجواز كانت صعبة عليا بطريقة انتم مش متخيلينها. مهما هحكي ومهما احاول اوصف ومهما احاول اطلع لكم اللي جوايا، مش هقدر طبعا في 8 دقايق او 9 دقايق يعني احكي لكم المعاناه اللي انا عانيتها طول الفتره دي، قد ايه كانت صعبه عليا، قد ايه انا كنت مرهقه وتعبانه وزهقانه. زدت في الوزن كتير قوي، فجاه كده كنت 80 كيلو فجاه لقيتني 105 كيلو. يعني الموضوع كان صعب عليا، كان صادمني في كل الجهات، كل الجهات كانت ضغط 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 عصبي، ومطلوب مني ان استحمل عشان البيبي، واخد ابر عشان البيبي، واخد محاليل وكل حاجه. يعني كل حاجه كانت ضغط عصبي عليا كبير قوي. طبعا انا متاسفه على التجربه الصعبه دي بس هي انا اكتر واحده في العالم عانيت بجد من الموضوع ده.